خلينا نبدأ مع حضراتكم بملف الحقيقة مهم جدا وخبر عن ملف هام جدا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض امبارح التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات البلدية مع المسؤولين في الوزارات المعنية. رئيس الوزراء أكد على الأهمية اللي بتوليها الحكومة لهذه المنظومة في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذها بأعلى مستوى عشان تحدث تغيير كبير في مستوى النظافة في الشارع المصري والتخلص الآمن من القمامة عن طريق منظومة جديدة للإدارة متكاملة للمخلفات.